مبسوطه ابتسام هانم؟ مبسوطه بن سي عبد الحليم حافظ وعمايله؟ ليه يا ماما، هو عمل ايه بس تاني؟ عملوا اسود ومنيل. الباشا اللي كان بيشتغل عندي صبي جاي يهددني. من القوالب نابت والانصاص قامت. نهاره اسود ومنيل؟ هو اتجنن في رفوخه ولا ايه؟ هددك يعني ايه؟ هددني، قال لي ليا نص بالنص هنا في الشيم، وزي ما ليكي مكتب ليا، وكلمه كلمتي والشوره شورتي، كانت شوره سودا يوم ما جبتهن واتجوزتيه. يا نار، لولا حته اللحمه اللي انت جبتيها منه اللي بيقول لي يا تيتا، لا كنت مسحته من على وش الارض، كنت كلته بسناني وكتبته في سجل الوفيات. يا ماما يا ماما، انا قلت لك 100 مره يا ماما كلامنا يبقى في المكتب جوه مش قدام الناس كده. ايه بنت ده؟ تعالي صوتك عليا، ده نهار ابوكي. يا سلام، ايه اللي جاب سحنتها هنا؟ هي المصحة ناقصة قتلة؟ بوم بوم لهوي بوم، يا خرابي رابي. ايه ده؟ الست حلوته مرات ابويا، ايه اللي جابها هنا؟ وايه اللي طلعها على المكنة؟ نهار اسود ومنيل، دي قبل ما تتولد ما كانوش لسه فكروا حتى يخترعوا المكن. نعم يا اختي، دي بتلعب بالبيضة والحجر، بتلعب بثلاث ورقات، هي طالما هلت وجت هنا يبقى هتشتغل لنا بالازرق. بقول لك يا ماما، الست دي جايه علشان خاطر تستفزنا وتجر شكلنا، احنا بقى ما نديهاش فرصه لكده، مش عوضها ونسيبها كده على نارها، ونعمل كاننا مش شايفينها خالص. اهو يا بنتي. مش كده يا ماما، مش شايفينها يعني مش لازم نحط ايدينا كده. عندك حق، حاضر، عينيا الاتنين. يا استاذ فتوح، الله يسلمك. طبعا انت مش عارف انا مين. انا المعلمه كيداء. ايوه، اللي بعت لك احلام من كام يوم كلمتك عني. الله يخليك، ده هي اللي جايه تقول عنك شعر، تقول لي ده راجل جدع وبيفهم ومفتح. قلت فرصه كويسه ان انا اكلمك، عاوز اتكلم معاك كده في كلمتين بيني وبينك. ايوه، بس مش عاوزه المتر عندك ياخد خبر قبل ما اشوفك ونتكلم. عفارم عليك. خلاص اتفقنا، ماشي، مع الف سلامه.